بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الجزئية الأخيرة سوف يتم توضيح استخدام سحابة الكلمات في التعليم. طبعا سبب طرح هذه الجزئية هي بأنها سوف نحاول استخدام هذه الأداة أو هذا الموقع اللي راح نستعرضه بعد قليل في عملية التواصل والربط بين الأسابيع القادمة. بالنسبة لي المقصود بسحابة الكلمات أو الورد كلاود هي مجموعة من الكلمات المنظمة تكون بشكل عشوائي أو يتم تنظيمها بإعدادات مسبقة حيث يمكن إدراجها ضمن قوالب جاهزة مع إمكانية اختيار الألوان والخطوط المختلفة. طبعا هذا يعتمد على الموقع اللي راح تستخدمه. أحيانا تسمح لنا هذه الأداة بعرض الكلمات الأكثر تكرارا في نص معين، فكلما تكررت الكلمة أكثر كلما ظهرت بحجم أكبر في سحابة الكلمات، وهذه نجدها يعني في كثير من الأحيان. هذا النوع من اللي هو الكلمات أو الترتيب العشوائي اللي نلاحظه في الصورة في بعض الدعايات، في بعض اللي هو المواقع، وممكن إن احنا نستخدمها في التعليم. ومن هنا من خلال هذه الجزئية راح نتعرف كيف يتم استخدامها. طبعا استخدام سحابة الكلمات أو الورد كلاود أهميتها من خلالها يتم استخلاص الأفكار انطلاقا من الكلمات المعروضة في سحابة الكلمات بأسلوب شيق وممتع، فبمجرد النظر إلى هذه الكلمات المبعثرة بالإمكان التعرف على ما هو الموضوع. كذلك بالإمكان استخدام سحابة الكلمات في جلسات العصف الذهني مع الطلاب، فممكن نحن نطلب من الطلاب بأنهم يقوموا عمل عصف ذهني لكتابة أكبر عدد ممكن من الكلمات المرتبطة في موضوع محدد. كذلك تساعد الطلاب في أنشطة الكتابة بإدراج كلمات تنتمي إلى حقل دلالي معين، وممكن أيضا استخدامها كاستطلاع رأي للطلاب حول موضوع معين، فمن الممكن أن احنا نستخدمها كمدخل في الدروس. ممكن إن أنا بداية الدرس أستعرض لهم مجموعة أو صورة لسحابة كلمات وأطلب منهم ماذا يتوقعون إن يعني راح يكون موضوع الدرس. كذلك ممكن تستخدم في إدراجها في الملصقات التعليمية لتوصيل فكرة معينة للطلاب. أنا أيضا استخدمت معكم سحابة الكلمات، وخاصة ممكن للمشاركين في من الفترة الأولى، يعني المشاركين الأوائل ممكن أجابوا على اللي هو رابط أنا أرسلته لهم. فأساسا أنتوا ساعدتوني في تنظيم في وضع خطة ومحتوى اللي هو هذا المقرر، وراح نشوف مع بعض كيف قمنا بهذه الطريقة. الموقع اللي أنا استخدمته هو موقع أنسر جاردن. هذا الموقع يتيح لنا استخدام أو تشكيل سحابة كلمات، ومن مميزاته أنه يعرض لنا مثل ما ذكرنا حجم الخط راح يكون أكبر، فمعناتها عدد المشاركين طلبوا هذا الموضوع بشكل أكثر. هذا بالنسبة بعد ما أنتوا أرسلتوا وأجبتوا على اللي هو الرابط اللي أنا رسلته لكم، كان السؤال هو ما هو أهم موضوع تودينا أن نطرحه في مقرر خبرات التعليم في فنلندا؟ وهذه كانت إجاباتكم. فكما نلاحظ تم الآن تكوين سحابة من الكلمات ومن الجمل أو من الأسئلة تبين لي أنا كمحاضر أو كمدرب ما هي أكثر التساؤلات اللي
او المواضيع اللي انتم حابين ان احنا نتطرق لها. ومثل ما نلاحظ ان تبين لدي ان اخر ما وصلت اليه التقنيه وتزويدنا بالجديد هذا يعتبر اكبر خط واكبر موضوع وصل لي، فمعناتها اكثر المشاركين يعني رغبوا بان نتعرف على ما هي التقنيات اللي هو الجديده. وهذا يعتبر من الاشياء اللي تعلمتها واكتسبتها في فنلندا. فاللي يعني اللي صار ان قمت جمعت الاسئله كلها وحاولت من خلال هذه الاسئله اعمل لها فرز واقسمها على اسابيع، بحيث اني احاول بقدر الامكان اني اجيب على جميع هذه التساؤلات. واتضح معي الأكثر تساؤل، يعني أكثر سؤال وصل لي، أو أكثر اللي هو موضوع أنتوا وديت يعني كان ودكم إني أنا أنقله لكم، ومن الأكبر إلى الأقل خط أو الأصغر خط. وهنا بالتالي ظهر معي اللي هو صممت اللي هو خطة المحتوى والمقرر. إن شاء الله في المقطع القادم راح يكون في تطبيق عملي لكيف نستخدم الأنسر جاردن في عملية اللي هو التواصل معكم، وكذلك كيف أنتم أيضا تستخدموها مع طلابكم. فالله يعطيكم العافية.